استاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي بجريده اخبار اليوم واخبار الرياضه. مساء الخير استاذ ولفت. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام في كل مكان. بشكر وجود حضرتك في هذا التوقيت الحساس، يعني انا عارفه انه قد ايه حساس. عايزه اعرف من حضرتك تقييمك للشوط الثاني من المباراه الى الان. والله شوفي، احنا يعني خرجنا بالشوط الاولاني طبعا بتعادل 0-0 زي ما هو النتيجه مستمره. المباراه رايحه جايه، احنا دخلنا الشوط الثاني في اول 10 او 12 دقيقه سيطرنا بشكل كويس، حصلت لينا هجمات مهمه، اخطاوا في ارجاع احد اهم الكرات في المباراه ومن الدفاع لحارس المرمى، خطفها صلاح وكاد ان هو يحرز هدف، ولكن حارس المرمى هنا كان يقظ وعارف قدرات صلاح، اغلق عليه المنطقه. يعني رجع تاني المنتخب الكاميروني سيطر بشكل كبير وبيستغلوا المنطقه الاكثر حوالين عمر كمال، ولكن محمد النني بيدعمه بشكل كبير. ابو جبل بالرغم الاصابه اللي هو سقط اكثر من مره زي المباراه اللي فاتت، الا ان هو قدر ان هو يخرج اكثر من كره خطيره. طبعا هم مستغلين عامل الارض، يعني ايه عامل الارض؟ اتدربوا على الملعب ده كتير ولعبوا عليه كتير، احنا يا دوب بس اتمشينا عليه امبارح حسب لوائح البطوله. دلوقتي المباراه سجل، نتمنى باذن الله يعني ان شاء الله ربنا يكلل جهود اللعيبه والجهاز في ان هم يقدروا يحرزوا هدف قبل ما ندخل في المناطق الصعبه بقى بالاشواط الاضافيه وضربات الجزاء. حضرتك راضي عن اداء المنتخب الى الان؟ بالتاكيد المنتخب يعني يسير بشكل جيد، وبس هي طبعا يعني بعيد عن اي كلام اعلامي وصحفي، هو ده نهائي، نهائي اسم الكاميرون واسم مصر، نهائي قدرات مصر، وان دي الدوله كمان المنظمه الكاميرون وبيحاولوا بكل السبل ان هم يحصلوا على البطوله. نجم المباراه الاول حتى هذه اللحظه بكاري جسامه حكم المباراه في أسوأ الحالات له، وبيحتسبوا تسللات علينا يعني بعيده تماما عن ان هي تبقى تسلل. ما زال التربص الحكامي بالمنتخب المصري قائم زي ما كان في الماتش، يعني شوط الماتش اللي فات كان نفس التربص بمصر. احنا مش، بصي مش عايزين نقول قوي، ولكن للاسف الاتحاد الكاميروني، يعني شوفي مصر لما نظمت كاس الامم الافريقيه 2019 وادي الكاميرون 2021 بس اجلناه عشان الكورونا. احنا اما خسرنا قدام جنوب افريقيا الدنيا ما تهددش، وفضلنا مستضيفين الناس وفضلنا نتقبل الامر بشكل بصدر رحب، وفضلتي ان انت تفتحي الفنادق بتاعتك احسن فنادق 7 نجوم وسوبر، وكانت اللعيبه كانت افضل معامله صحيح، يعني والاتحاد الافريقي كانوا بيزهوا بده. إيه مش فاهم، هل كل دوله لما تنظم لازم تفوز بالبطوله؟ ازاحوا من قدامهم جزر القمر ب 12 اصابه لكورونا، لعبوا من غير 3 حراس مرمى، المنتخب الكاميروني لم يصب بكورونا منذ بدايه البطوله، وكان هم عندهم المصل اللي ما وصلش ليه العالم. واضح ان هم متشبثين بالبطوله بشكل يعني مش رياضي قد ما هو تشبث. اللي اكتر عارفه حضرتك هو عندهم لوبي اعلامي قوي بسبب صامويل اوتو اللي هو رئيس الاتحاد الكاميروني ولاعب برشلونه السابق، فبيحاول يسيطر. سيطرته دي ظهرت ان هو تمسك باقامه البطوله على في الكاميرون المحترمه الشقيقه، بالرغم ان الملاعب في حالات سيئه للغايه، ودليل الاصابات الكثيره اللي حصلت لمنتخب مصر. يعني لو اي دوله ثانيه كان هيتم رفض اقامه البطوله فيها. خليني اخد مع حضرتك كمان قبول استئناف الاتحاد المصري ضد عقوبات الموقعه على فريقنا بعد مباراته مع المغرب، واللي تم يمكن تخفيض يعني الغرامه على كروش من 100,000 ل 50,000 منها 25، ده يقول ان احنا ايه اللي هيحصل؟ ماذا كانت العقوبات وايه اللي حصل بعد تخفيف العقوبات او النظر فيها؟ هو يعني برضه في نفس اطار ان الاتحاد الافريقي في حاله من حالات الفساد، وان هو فقط ان هو اعلن لك العقوبات دي بالامس عشان يقلقك ويخليكي مش مركزه في المباراه وايقاف المدرب العام لمنتخب مصر الجنوب افريقي. فهل ما تعرفي مش عارفه بقى هل هو في مشكله بينه وبين رئيس الاتحاد الافريقي متصيب بيه على اساس ان هو برضه جنوب افريقي؟ مش عارف، في كلام كتير ولغط كتير. مثلا مين المخول اللي عمل انضباط شويه في البطوله؟ انا شايفه الامور ماشيه، امبارح فريقنا هو بيتمرن طائرات بتتجسس عليه، مساحات ممكن كانت تداس عليه بشكل، في ضغط شديد على الفريق المصري بشكل واضح جدا. هل في يعني مرجعيه لهذا لاي حد؟
هو بصي شوفي حضرتك يا استاذ ولفت، هي قصه مش احنا، القصه ان اي فريق منتخب جاي في طريق الكاميرون لازم يشوف الويل والقمرين ويشوف كل المشاكل اللي بتمنع عنه ان هو يتاهل على حساب الكاميرون، وكان ان الامور لازم الدوله مش بالعافيه يعني ولا بالدراع يعني برضو انا مش فاهمه. هي لا هو حتى هذه اللحظه بالعافيه صامول ايتو بيقول لك دي حرب، مش فاهم ازاي يعني يعملوا كده. والاتحاد الافريقي يسيب هذا التصريح، يعني يعني تصريح غير رياضي بالمره. صحيح. كمان طلعوا عليه عقوبات. طب بصي اتفرجي حضرتك وزيني ده، طلعوا عليه عقوبات على اساس ان المنتخب المصري والمغربي تشاجروا بالرغم ان لم يتقدم المنتخب المغربي باي طلبات للعقوبه او شكوى رسميه. قولي انا وانتي مش في الكاميرون وما شفناش، بس الصوره المنتشره في كل وسائل الاعلام العالميه مش العربيه، اشرف حكيمي ومحمد صلاح، وازاي محمد صلاح بيطبطب عليه كانت روح رياضيه عاليه جدا. معقوله بعد ما طبطبوا على بعض؟ ده مش هما الاثنين دول بس، ولاعيبه منتخب مصر لقينا في شجار، هفترض في شجار من بعض الولاد اللي هم يعني لسه مش مركزين، مش بالشكل اللي هو حصل. طب قولي في شجار وحصل ولازم عقوبات، ليه ما طلعتش الاتحاد الافريقي عقوبات على الاتحاد الكاميروني اللي هو مات 8 نتيجة التدافع، مات 8 وما فقط مصيب بيه. قال لك الاتحاد، احنا والاتحاد الكاميروني بنتحمل. تحمل ايه؟ هتعيد الارواح للناس اللي ماتت دي، وفي 8 اصابات تانيين يكادوا ان هم اصلا في حاله حرجه للغايه وغيبوبه حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. انما الشجار اللي حصل مع المنتخب المغربي لازم تطلعي عقوبات فوريه. لا، وبروازه اعلاميه وتربص بشكل واضح جدا. طيب. خليني اخذ من حضرتك اخر تعقيب على المباراه قدامك دلوقتي بما ان انا مش شايفه، فخليني انا وجمهوري نتابع مع حضرتك من خلالك. المباراه دلوقتي في وقت صعب جدا، كل واحد عامل زي ما يكون. الحكم طرد كروش من حضور المباراه، من متابعه. أيوة المباراه فعلا. وما هو بصي ربنا يستر ان هو ما يطلبش من اي لاعب كاميروني ان هو حاول بس تخش في منطقه جزاء مصر وانا احسبها لك ضربه جزاء، اي لمسه بقى اي حاجه. فربنا يستر ان ده ما يحصلش ونفضل كده يعني قادرين نخطف اي فرصه باي شكل. والقصه ان المباراه دي العالم كله بيتفرج عليها. لو تم انتهاء الماتش على سلبي 0-0 هيكون في اكسترا تايم ما بين ربع وربع. من ربع وربع بالظبط. ولو في هنستمر بقى زي كوت ديفوار نلعب ضربات جزاء ان شاء الله ربنا يكرم. هتابع مع حضرتك استاذ عمرو، هنتابع مع حضرتك. هنقفل دلوقتي وهناخد شويه اخبار وهنرجع نكمل مع حضرتك علشان نحط جمهورنا معاك خطوه بخطوه. و100 مليون مصري بيقولوا يا رب وربنا مش هيكسفنا ان شاء الله وهيفرحنا باداء المنتخب. بشكرك استاذ عمرو كمان.